السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا. هنا نشوفوا لكريم باتيسيري، يعني كريمة الباتيسير. غادي نحتاجو في المقادير 6 ديال صفر ديال البيض، 200 غرام ديال السكر، يطرول لارب ديال الحليب، و 100 غرام ديال الفارين، جوج ساشيات ديال الفاني. طريقة التحضير، لنبدأ على بركة الله. أول حاجة كنقبطو صفر ديال البيض وكن نخلطو مع السكر وتنبقاو نضربو حتى كيبيض بلونشيغ لي جون دوف افيك لو سوكر. كنبقاو نضربو داك الصفر ديال البيض مع سنيده حتى كيبيض كما كتلاحظوا بهذه الطريقه. هذه ها هما كما لاحظتوا، هو بيض صفر ديال البيض مع السكر. ملي كيبيض صفر ديال البيض مع السكر كنقبطو كنغليو الحليب مع الفاني. كنديرو الفاني في الحليب كما تلاحظوا. وكنديروا الحليب يتغلى. من كيتغلى لنا الحليب كنكبوا داك الحليب على داك الخليط. وكنخلطوا واحد شويه. هذه كتسمى لا كريم اونغليز. لا كريم اونغليز فيها صفر ديال البيض والسكر، كنضربوهم وكنزيدوا عليهم الحليب. هذا الخليط كيتسمى لا كريم اونغليز، هو لا باز ديال بزاف ديال لي كريمات اللي كاينين في لاباتيسري، بحال كريم باتيسير، كريم بافروا الى اخره. من بعد كنقبطوا واحد 100 غرام ديال لافارين، كنطلقوها مع شويه ديال لاكريم اونغليز. كنقبطوا شويه ديال لاكريم اونغليز، واحد جوج ديال المغرفات، وكنحطوهم على داك لافارين باش نطلقوها مزيان. عاد نزيدوها على لاكريم اونغليز، ما نزيدوش لافارين مباشره من فوق لاكريم اونغليز باش ما تحببناش. كما كتلاحظوا كنضربوا داك لافارين شويه على ما كتطلق. ديلاي لافارين افيك ان بو دو كريم اونغليز، يعني كنديلاي وهي كنرخي لافارين مع شويه ديال لاكريم اونغليز اللي كانت عندنا حنا. وكنخبطوا داك لاكريم اونغليز وكنزيدوها على داك لافارين اللي طلقنا. دونك هاد لافارين هي اللي تعمل على تعقيد الكريم باتيسير. كما كتلاحظوا كنخلطوا داك الشيء مزيان باش يتجانس الخليط. وكنقبطوا واحد الطنجره تنديروا فيها الخليط ديال لاكريم اونغليز. دابا راه رجعت الناس سميتها كريم باتيسير، يعني كريم اونغليز زائد لافارين كتعطينا كريم باتيسير. كنديروها فوق نار هادئه وكنخليوها كطيب، وحنايا كنحركو بشويه بشويه حتى كتعقد كما كتلاحظوا. دابا هي عاقده، هي عقدت حتى كتبقى تخرج لي داك الفقاعات. مره كنحركو كما تلاحظوا. دابا لاكريم باتيسير راه واجده كما تلاحظوا، هي كدير داك الفقاعات. دابا راه واجده، يعني ما تقوليش تطيبو اكثر، الا طيبتو اكثر غادي تقصح وغادير داك الكريم وغادير داك الحبيبات. لاكريم باتيسير اي بريت، هي دابا واجده. هادشي اللي كاين هاد النهار، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس. ميعادونا الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.